انطلاقا من أهمية اللغة العربية والسعي الدائم لتمكينها، أقامت وزارة التربية بالتعاون مع محافظي دمشق في مقهى الكمال ورشة بعنوان تواصل وإبداع لتمكين المتدربين والموجهين الاختصاصيين والمعلمين ورؤساء الدوائر من النطق السليم للغة العربية. هذا الملتقى الأدبي التربوي اللغوي الذي نتبادل من خلاله الآراء والأفكار باللغة العربية الفصحى، اللغة الميسرة، اللغة السهلة البعيدة عن التكلف لكنها لغة سليمة وصحيحة. نتبادل آراء من خلال ما يتداول ما بين الزملاء الموجهين الاختصاصيين والتربويين حتى ينقلوا هذه الخبرات إلى الميدان وكيف يمكنون اللغة العربية. طبعا خطة تمكين اللغة العربية هي موجودة منذ القدم، ولكن الآن نحن نقوم بشيء ربما يكون شيء جديد له وقع على في الميدان أو على أرض الواقع، يعني انطلاقا من هذه الدورات حتى يعم جميع معلمينا في الجمهورية العربية السورية، الذي يعود بالأول وبالأخير على المتعلم وهو الطالب. وسننتقل طبعا اليوم من محافظة دمشق، في الأسبوع القادم سنكون في محافظة حماة، أيضا لدينا دورة تدريبية لنستكمل بقية ما تبقى من زملائنا الموجهين الاختصاصيين في بقية المحافظات، وأيضا لدينا ملتقى أدبي سيقام في حماة إن شاء الله في الأسبوع القادم. انطلاقا من أهمية اللغة العربية والسعي الدائم لتمكينها، أقامت وزارة التربية ورشة بعنوان تواصل وإبداع لتمكين المتدربين الموجهين الاختصاصيين والأولين في وزارة التربية، ولتدريب المعلمين وكافة رؤساء الدوائر وكل من له علاقة باللغة العربية. هذه الدورة كان الهدف منها كما ذكرت تمكينهم من النطق السليم للغة العربية ووصولها إلى أذهان المتعلمين بلغة شائقة جذابة. الملتقى يهدف للتدريب على مهارات اللغة العربية وتبادل الآراء والأفكار للتعريف بمدى أهمية اللغة العربية، حيث أن الملتقى ليس ختام الدورة التدريبية وحسب، وإنما بداية التدريب المركزي لتمكين اللغة العربية.